50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليلة يبان صباح وندق على شباك. مختار بن محمد جلو كعهد المخلوع كعهد الطرابلسية، أما راعنا كان جاو انتزعونا الأرض بالقوة، هذه تشوفها كانت جر، كانت زيت كرم، وكانت زيتون، وكانت واحد، وكانت خيرات، فهمتني، قلعها وحرقها، بعد انتزعوا الأرض على أساس قطعتها الشركة يهودية هي كلب مات، عندها وثائق عن عقد شراء، وعندنا لي بلون تاع الأرض كيفاش كانت وكيفاش ولات من الأول تو حديثا وكيفاش كانت وكيفاش ولات وكذا، وهاك تشوف وراه ولا فما مشروع سياحي ولا فما تشغيل، 8 هكتار ترضى تفكرنا، ما خلينا حتى شيء، ما صحنا بعثت وثيقة وما عطونا حتى شيء، دخلوا علينا كي بالقوة، وشكون يشري؟ الخبر هذا مش صحيح يعني. تتحمل مسؤوليتي يعني في كلامي، خاطر الطرابلسية انتزعوا الأرض هذيا، وبعدها خرجوا هم وخلوا بياض نتاعهم هنا. كانت تحل التربة نتاع الأرض هذيا في الكلوب ماد اللي تقدر تلقى لي زلاليز تاع دم في وسطها. خاطر انا بالعرق خدمناها، وانا زرعتها الشجرة هذيك، انا زرعتها، انا زرعتها وبعد ما تمتعش بها نلقاها عند واحد آخر، انا ولد دخيل على البلاصة هذيا. وقت اللي تكون البنية التحتية للطرقات هشة، خاصة في مدينة كيما ماكثر صيفها وربيحة شتي، هكا تكون النتيجة. هاي المنجي سليم كيس حالته ما تعجبش، بين الحفرة والحفرة تلقى حفرة، مشكل يمس الكل خاصة السكان اللي عندهم مشاكل صحية وكبار السن ويعطل سير السيارات. الإشكال حتى وإن تم برمجة هذه الطرقات مؤخرا، البرمجة دائما في وقت خاطئ، الإشكال أيضا في الإنجاز في التاريخ المحدد، وقاول اللاحظوا اللي هو يجي إلا في فترة الشتاء وتم التعطيل ويزيد الطين وبلة. معاناة كبيرة مش باش تعوض بطريق يتصلح ويتكسر في مدة قصيرة، الأشغال قريب تبدأ وطريق باش يتصلح، أما إن شاء الله يدوم وما يكونش مصيره كما الكياسات الأخرين. معظم الشوارع في مكثر ما فيهمش إنارة في الليل، والغريب اللي البوتوات يشعلوا شوي أول الليل وشوي في الصباح وليلة كاملة يبقوا مقصوصين. فما ليلة خرجت مبزح في الزبلة والحاوية قريبت لي لداري برشا، ياخي خلطوا عليه الزولاد على موتور ضربوني وحب يجبدني طفل، خاطر الضوء مت في مريتهم، مشني مريت حتى حد، مريت حد تو قررت اني 6 نتاع العشية باب داري يكون مسكر، لا عاد نخرج للشارع، حاجنا بحاجة نقضاها في النهار، في الليل ما عادش نخرج بالكل، بالرغم راني نسكن في وسط البلاد في حي معناتها راقي من اقدم احياء مكثر ومن احسن الاحياء، حي أمس، وكهو ما عادش امان تو خلاص. زعما نجمو نربطو النقص في الإنارة بارتفاع نسبة الجريمة والإحساس بانعدام الأمن؟